تنغادر المقاعد ديالنا بالسلام ووضعوا الامانه في الاشخاص ان شاء الله احسن منا واقوى منا او لا نموت في سبيل الله وحنا سعداء. غلطين غلطين هذيك الربعه غلطه. انا ما جايش انا ما جايش الاخوان ما جايش باش ندافن معاهم على الفيلات والطوموبيلات والفيرمات والبخور الهندي. حنا تربينا وكنحاولوا نوفيو على قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن شاء الله الرحمن الرحيم حنا غاديين الهدف ديالنا واخا حنا كنشتغلوا بالسياسة هو في الأخر تخرج القضية بسلام مع الله ودخلوا للجنة ولا بغاو يديروا شي حاجة الدنيا يديروا اللي قال لهم رسول. احنا ما خايفينش منهم.